في أحد الرجال حاول أنه يقتل النبي اللهم صلي عليه بعد غزوة ذات الرقاع لما قربوا يوصلوا لعند المدينة. ووصلوا لعند أحد الشعاب اللي كان فيها شجر كثير، فكل واحد من الصحابة أخذ شجرة واستظل فيها لحتى ينام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ شجرة واستظل فيها وجل ينام. وما كانوا يعرفوا أنه في أحد العيون عم بتتابع سيدنا محمد اللهم صلي عليه وبدهم يغتالوه. وكان الرجل اللي عم بيراقب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه غورث ابن الحارث، وهو أحد المشركين من كفار قريش، وقرب وسرق السيف اللي كان معلقه النبي اللهم صلي عليه، وقف لحتى حاول يقتل النبي اللهم صلي عليه، وقال للنبي: من يعصمك عني اليوم يا محمد؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: يعصمني الله عنك. لحتى ينادي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ويجتمعوا الصحابة ويلاقوا غورث تحت سيف النبي اللهم صلي عليه.